عنك انك تنسى كثير اسماء اللاعبين زملائك، تنسى هيئه الالعاب والترفيه ما نسوك وسووا لك هذا المجلس، ايش تقول له؟ يعطيهم العافيه والشكر الخاص مع المستشار تركي آل الشيخ، وان شاء الله تتكرر مثل هالامور باذن الله مع لاعبين اخرين. وانا طبعا سمعت ان شاء الله حيكون برضو السام الملتب مجد عبد الله، وان شاء الله لاعبين اخرين ويستمتع الجمهور بالحضور ان شاء الله. اكثر شيء في المسرحيه ابو عبد العزيز لما شفته تذكرت وحزنت، وش الثاني خلاك تضحك؟ لا والله شوف بعضها الحقيقه قاعد ارجع للذاكره، وانا ذاكرتي لك عليها شوي، بس الحقيقه يعني امتعونا، وبعدين الممثلين كانوا يعني على قد المسؤوليه في هلا يعني جابوا جزء كبير من الاشياء اللي كنت اسويها لما كنت صغير. فانا طبعا ما اقدر اقول انها ناجحه، انما حسب الحضور الجماهيري لحد الان اللهم لك الحمد يعني كان حضور جماهيري كبير، وان شاء الله بس يكونوا انبسطوا واستانسوا اليوم باذن الله. شوف الجمهور ابو عبد العزيز ايش تقول؟ ما شاء الله الحاضر يلا يعطيهم العافيه ويقويهم، وما قصروا الحقيقه والله فرحوني بوجودهم.